اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هنتكلم على اهميه الكود. هنتكلم على كود ايزو 19650. ليه فكره الكود دي مهمه جدا؟ لان احنا عندنا مشاكل كتيره جدا في الصناعه. فحسب الاحصائيات ان المشاريع كلها بتتاخر في مده التسليم، بتتاخر في مشاكل كتيره، بالذات في مجال الكونستراكشن، يعني مجال الاويل اند جاز ومجال الصناعات زي العربيات والموبايلات فيها تحسن كتير عكس صناعه الكونستراكشن. حتى في انتاجيه العامل عماله تزيد في الموبايلات وبتزيد في العربيات، لكن احنا ما عندناش التقدم دوت في قطاع البناء. فلذلك احنا محتاجين ان احنا يبقى في كود موحد بيننا، لان كده كل واحد ممكن يشتغل بشكل، هو شغال بطريقه صحيحه وانا شغال بطريقه اخرى وده شغال بطريقه اخرى، لكن لما نيجي نبص مع بعض في الشغل بنلاقي في مشاكل كتير. على سبيل المثال ابسط حاجه اسم الملف من بره، ممكن واحد مثلا يسميها A، حرف الاي اللي هو اركتكتشر واس استراكشر، لكن واحد تاني سماها AR اركتكتشر. وبالذات لما يحصل ان في رموز متشابهه مع بعض، فتلاقي مثلا ده هيسماها اسم وده هيسماها اسم، فهتحصل مشاكل كتير جدا. لذلك لازم كلنا نشتغل بكود موحد. لقينا ان انسب حاجه موضوع الايزو. يعني كانت بريطانيا كانت شغاله بالباص، وامريكا شغاله باكتر من كود لان هي اكتر ما فيش مركزيه، وكل دوله شغاله بكود. فلقوا ان هم لازم يوحدوا الكود وعملوا كود للكونستراكشن اللي هو ايزو 19650، ده اللي هنتكلم عنه النهارده. وجزء هو جزء من البروجكت مانجمنت اللي هو 21500، وفي جزء اللي هو الاسيت مانجمنت اللي هو 55000. فالاكواد دي ميزتها انها بتوحد الفكره، بتوحد اللغه، بدل ما كل واحد فينا بيتكلم لغه كلنا هنتكلم نفس اللغه وكلنا هنفهم بعض. دي فائده الكود. فلو كل واحد شغال بكود، ممكن واحد يكون شغال مثلا بكود سنغافوري وده كود ممتاز، لكن هو مش قادر ينسجم مع بقيه الاكواد، فلازم احنا نوحد الكود. فميزه الايزو ان هو عالمي على مستوى العالم كله. فلذلك بيبقى فيه نضج، لان كل المتخصصين في ناس كتيره جدا مركزين مثلا في الجانب الاكاديمي، وفي ناس مركزين في الجانب العملي، الشغل المشاريع الحقيقيه، اندمجوا مع بعض وبداوا يشوفوا المشاكل اللي حصلت وبداوا يحلوها. فممكن يكون في اكتر من طريق. هو بيقول لنا افضل طريق عشان نحقق النجاح في المشروع دوت الطريق الفلاني، قال لك الطريق ده وده 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 جربناه وحصل فيهم مشاكل، فالافضل ان انت تمشي بالاسلوب اللي هم جربوه وبداوا يشتغلوا عليه. كان في اكتر من كود زمان، مثلا اركز على بريطانيا، مثلا كان في البي اس وبداوا يطوروا فيه، وبدا يظهر منه الاصدار الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، وكل واحد فيهم ما بيلغش الثاني، لكن كل واحد فيهم بيركز على حاجه معينه. لكن حاليا الايزو وقف الشغل في الباص، خلاص الباص انضم للايزو. فبالنا عندنا الاكواد اللي هو الجزء الاول والثاني اللي هم خاصين مثلا بمجال الكونستراكشن، وبعد كده نلاقي الثالث والرابع بيهتم مثلا بالثالث مثلا بيهتم بالاوبريشن بالتشغيل، الرابع بيهتم بالكوبي كونستراكشن اوبريشن بيلدينج انفورميشن اكسشينج اللي هو الملف الكوبي اللي بنقدر نستخدمه في فاسيلتي مانجمنت، الجزء الخامس بيركز على موضوع السكيورتي، الجزء السادس بيركز على الهيلث اند سيفتي. كل واحد فيهم بيركز على جزء وبيدينا خطوات نمشي عليها. يعني بيقول لنا والله اول حاجه هتبدا بيها ان انت تشوف الاحتياجات بتاعه العميل. ممكن واحد ما اشتغلش مشروع قبل كده ويبدا شغله وينسى ان هو مثلا يشوف احتياجات العميل، يشوف احتياجات المنظمه اللي هو شغال فيها، القوانين بتاعه البلد، يقعد مع الفاسيلتي مانجمنت. ممكن واحد يعتقد ان انا اقعد مع الفاسيلتي مانجمنت دي اخر خطوه، لكن بالتجارب اكتشفوا ان لا، لازم من اول يوم على اساس ما تضطرش ان انت بعد ما تشتغل تغير الشغل بتاعك. فهو بيديك مسارات بتمشي عليها بتلاقي شكل كويس. على سبيل المثال ابسط مثال اللي هو احنا شغالين في الملفات، ممكن نعمل ايه؟ اللينكات كلها تتحط على الورك ان بروجريس، لكن اكتشفوا ان ممكن انت اثناء التعديل حد تاني عمل لينك، فقال لك لا، الافضل ان انت تحطه في فولدر اسمه شير. ده اللي هو الدروس المستفاده من الشغل. جربنا مره اشتغلنا بده واشتغلنا بده، ولقينا فعلا ان الافضل طريقه ان انا اعمل اللينكات بتاعتي في فولدر لوحده. فهي دي فايده ان احنا كلنا شغالين بكود موحد. يبقى سواء انت شغال مثلا في مصر
وجالك مشروع في السعوديه او في قطر او في الامارات او شغال في الجزائر وجالك مشروع في اي بلد، بتقدر ان انت بسهوله تفهم الكود من غير ما تفتح الملف، اللي اعرف من اسم الملف اللي موجود، لان الايزو فيه جزء كبير في الكتاب في الايزو هتسمي الملف ازاي. اول ما اشوف الملف ابقى عرفت اسم المشروع وعرفت اسم المالك وعرفت ده الملف ده هل هو بيشمل المشروع ككل ولا بيشمل دور معين، وعرفت ده اني ديسيبلين هل هو معماري ولا انشائي ولا كذا من قبل ما افتح الملف، واني دور. فكل المعلومات دي كلها، لان احنا كلنا ماشيين بكود موحد، دي فائده ان احنا بنوحد الكود. هو بيقول لك مثلا لو انت عندك فريق انت هتقسم الشغل ازاي، جرب هو اكتر من طريقه وقعد مع الناس اللي شغالين في المشاريع وبداوا ان هم يشوفوا ابسط طريقه. في بعض المصطلحات دي بتبقى مهمه على اساس نبقى فاهمين ايه اللي مطلوب مننا. يعني في حاجه اسمها او اي ار واي اي ار واي اي ار، دول كلهم بيسهلوا عليك بعد كده الشغل، ان انت تبقى فاهم ان في المشروع بتاعك ايه المتطلبات بتاعه العميل. انت ممكن تعمل مشروع هايل جدا لكن مش هو ده العميل اللي عايزه. العميل مثلا عايز فندق وانت عملت له مبنى سكني، فاكيد مش هيقبله، فلذلك لازم تقعد معاه ويبقى فيه استيعاب لكل الحاجات اللي هو عايزها. في نفس الوقت بنقعد مع الاسيت انفورميشن ريكويرمنت، في نفس الوقت بنقعد نشوف الاورجانيزيشن انفورميشن ريكويرمنت، المتطلبات بتاعه المنشاه، ممكن يكون المنظمه بتاعتنا او القوانين الموجوده، بحيث ان احنا نسهل على نفسنا الشغل وما نعيدش الشغل تاني. فمن خلال كده بنعمل موديل. كل الحاجات دي ان شاء الله دكتور جمال هيكلم عنها، ودكتور رباح ان شاء الله هيشوفوا التطبيق العمل فيها ازاي. فالفيدة من الكود في الشغل بتاعنا ان هو بيوحد لنا طريقه الشغل بتاعتنا. ممكن يكون عندنا مشروع ضخم جدا مثلا زي مدينه كامله بتتبني، ففي يمكن 100 شركه، فمحتاجين ان كل شركه فيهم تبقى فاهمه وبتعرف تتكلم لغه الشركات الثانيه. فعشان كده الكود ده مهم جدا، وان شاء الله دكتور جمال هيشرح لنا ازاي نطبق الموضوع ده بشكل عام. اتفضل يا دكتور.